أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف أنا أنت أعظم نادي في الكون الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث فاز الفريق الأول الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على الزمالك بالنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إطار منافسات مسابقة الدوري. وبهذا الفوز اقترب الأهلي من استعادة بطولة الدوري الغائبة عن دولاب البطولات منذ 3 سنوات، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري للكرة الطائرة برصيد 35 نقطة. يواصل الفريق الأول لكرة طائرة سيدات بالنادي الأهلي تدريباته الختامية استعدادا لبطولة إفريقيا والتي ينظمها النادي الأهلي، والتي تنطلق منافساتها بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى 16 من مارس الجاري. ومن جانبه أكد حمدي الصافي المدير الفني جاهزية الفريق لمنافسات إفريقيا، مشددا على أن معسكر سلوفينيا الأخير سيأتي بثماره على أداء الفريق في البطولة الإفريقية بعدما حقق الجهاز الفني واللاعبات المطلوب منهم بعد الوصول لأعلى معدلات اللياقة الفنية والبدنية والذهنية للمنافسات الإفريقية. تجرى غدا الاثنين فعاليات الاجتماع الفني وقرعة بطولة افريقيا للسيدات للكرة الطائرة والتي ينظمها النادي الاهلي خلال الفترة من 6 وحتى 16 من الشهر ذاته. ومن المقرر ان يترأس الاجتماع الفني للبطولة المقرر اقامته في 1 ظهر غدا بفندق تيراميزا محمد دماطي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي. كما يترأس أيضا الاجتماع الخاص بمراسم إجراء قرعة البطولة والذي يقام في نفس الموعد والمكان. وستذيع قناة الأهلي غدا مراسم قرعة البطولة على الهواء مباشرة. قال إيهاب الألفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إن فريقه جاهز لمواجهة الجزيرة بعد غد الثلاثاء في اللقاء المرتقب بين الفريقين على صالة الأخير ضمن منافسات دور السوبر. وأضاف الألفي أن الفريق يسعى لتحقيق الانتصار 6 على التوالي في هذه المرحلة لإنهاء مشواره بالعلامة الكاملة. وأوضح الألفي أن الفريق حقق الفوز على الصيد وهليوبلس والجزيرة في الدور الأول من هذه المنافسات على صالة الأهلي، وعاد لتكرار الفوز على الصيد وهليوبلس على صالتهما، ويستعد لمواصلة الانتصارات عند مواجهة الجزيرة بعد غد. تواصل فرق سباحة النادي الأهلي المشاركة في بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة والمقامة حاليا في شرم الشيخ نتائجها القوية لليوم الثالث على التوالي.
وقد حقق الأهلي المركز الأول في مراحل 99 و2000 و2001 2002 أولاد وبنات، كما حقق فريق مواليد 2003 أولاد المركز الثاني، وحققت البنات المركز الثالث. ويسعى الأهلي لمواصلة إنجازاته وتحقيق النتائج القوية في باقي أيام البطولة للفوز باللقب.